إذا التزم بالنظام الإسلامي المتكامل في كل شيء، أولاً هو يشعر بسعادة، وكما ذكرنا السعادة ليست أمراً مادياً، أمر معنوي، وأيضاً هو يقلل المشكلات في حياته من كل الجهات. مضافاً إلى ذلك الله سبحانه وتعالى يوفق للمزيد، هذا في الدنيا وفي الآخرة هم معلوم بعد واضح. فلذلك علينا أن لا نصغي إلى هذه النعرات وهذه الكلمات، والباطل له جولة، والإعلام بيد أهل الباطل، والسلطة بيدهم، والمال بيدهم، وطبعا من واحد بيد السلطة والمال والإعلام يسوي بهرجة، والإنسان إذا كان ضعيف النفس يتأثر بهذه البهرجة، وغالب الناس هكذا. الإنسان لازم لا يكون من هؤلاء الغالب. في الحديث الشريف رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه: لو سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك الوادي الذي يسلكه علي عليه الصلاة والسلام. ولذا عمار في يوم صفين قال: لو ضربونا بسيوفهم حتى أبلغونا سعفات حجر من الأحساء، من العراق، أنت أحسب من صفين في سوريا، أصلاً في شمال سوريا، إلى الأحساء حوالي 2000 كيلومتر، إن نضطر بأن نتراجع ونتراجع ونتراجع، وهزيمة وهزيمة وهزيمة، وانسحاب وانسحاب وانسحاب، لعلمنا أننا على حق وأنهم على باطل. حتى لو أني أنهزم عسكرياً، لكن أعلم أني على حق. غالب الناس مو هالشكل، إذا ينهزم عسكرياً ينهزم سياسياً ينهزم اقتصادياً زين، وغالب الناس يحاولون أن يقلدوا كبارهم، الناس على دين ملوكهم عادة، أو يتأثرون بالإعلام. المؤمن لازم لا يتأثر بهذا الإعلام. في الحديث الشريف المؤمن كزبر الحديد، الحديد هذا ما يتأثر، بل أقوى من زبر الحديد، لأن زبر الحديد في الحرارة العالية يذوب ينصهر، والمؤمن لا ينصهر. ولذلك في الحديث الشريف الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يخاطب أبا بصير رضوان الله عليه، يقول للمؤمنين في زمان الغيبة: أحسن منكم، أنتوا تشاهدون وتشوفون وتسمعون كلامنا زين وتؤمنون بينا، ذولاك ما شايفينه ولا سامعين كلامنا، وكلامنا بالوسائط واصل لهم وهم مبتلون، ومع ذلك يحافظون على إيمانهم، وثوابهم أكثر من ثوابكم، وثواب المؤمن في زمان الغيبة أكثر من ثواب المؤمن في زمان الحضور، يعني في زمان الظهور المبارك. بحيث أن أبا بصير قال الإمام: إذا هالشكل فإحنا لازم لا ننتظر الفرج، إذا ثواب المؤمن في زمان حكام الجور أكثر من ثواب المؤمن في زمان الظهور، فخلي يصير ظهور نبقى بهذه الحال. فالإمام رده قال: لا، ألا تريد أن يكون العدل منتشرا؟ فأنت اللي تحافظ على دينك في هذه الظروف الصعبة، من كل طرف تهاجم، الإرهاب يقتل بك، الإعلام على كل حال 24 ساعة شغال ضدك، المال يشتغل ضدك زين، آل سعود مليارات يصرفون لهدم الدين وللإرهاب وما إلى ذلك، والمؤمن مضطهد دائما، ومع ذلك يحافظ على دينه ويتحداهم. هاي اللي يصير في العراق صدق شيء غريب، يفجرون، وكلما يصير تفجير الناس يصيرون أكثر إصرارا،
وأكثر تمسكا وأكثر التزاما. وكلما الإعلام يصير أكثر بالضد الناس أكثر يلتزمون. هذا الإنسان إذا كان بهذه الحالة الله سبحانه وتعالى أيضا يفرج عنه. الله سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان إلى حد، إذا ثبت وأثبت الله سبحانه وتعالى ينزل نصره، لكن يحتاج إلى صبر. وزلزلوا مستهم البأساء والضراء. البأساء أمر نفسي، الضراء أمر بدني. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.